ما هي الرسالة التي من خلال آبائنا المجاهدين الذين حضروا معك اليوم، ما هي الرسالة التي ترسل بها من هذا المكان الطيب إلى الشباب، شباب اليوم؟ شباب اليوم نطلب له النجاح في العمل نتاعه في المستقبل الدنيا وآخرة. علاه؟ إنه شباب كي ينجح اليوم في الحياة نتاعه في الدنيا والآخرة يحصل عليهم، يحصل على الدارين، ينجح اليوم وقدوة. لا إنه لا نشط، لا نشط نشاط الواقعي من صميم القلب، نشاط الوطني العلاقاني دائم ينجح وناجح في الدارين وينجح حتى الشباب اللي جاي من بعده. ماذا تمثل لك الجزائر؟ الجزائر تمثل مجاهد من المجاهدين، واحد فرد من المجاهدين مخلصين إن شاء الله، نقولوا إن شاء الله. ما هو إحساسك الآن وأنت تقف قرب مقبرة شهداء معركة دلاش؟ إحساسي متفكر نهار يامس منين صارت المعركة في 57 جويلي 57، راني متفكرها وتحبوا حتى ثروك تمشوا معايا نوريكم بلاصة بلي سيت فيه وبلاصة سارجور تيرور دي بياس اللي مات من السارجور نتاعو، ونوريكم الزيج تسركبوا ليه كيما راه نص دقايق، ونوريكم الزيج كيفاه توزع فيلا خبط مع الصدارة تاع كي ساعة كانت الشجار والحلفة، وفيلق طلع على الجبل هنا، من الفيلق اللي طلع جبل أو واحد منهم. الحاج تقدر تعرفنا بروحك؟ ماضي المقدم. ماضي الحاج ماضي المقدم. الإدريسية. أمين الناحية. قسمة الإدريسية. قسمة الإدريسية. أنت تعرف الحاج أحمد حلباوي منذ أكثر من 50 سنة. أكثر من 50 سنة. ماذا تستطيع أن تقول عن الحاج أحمد حلباوي؟ نتمنى لو كان أعطاني ربي 3 من الحاج أحمد حلباوي نفتح بهم نفس العالم، من اللي إخلاص وصبر وثبات والوطنية. هذا الرجل اللي من عرفته من الاستقلال حتى ل 2016، نتمنى واكتبها في التاريخ. شنو الاحساس تاعك وانت تقف في 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 جبل في جبل دلاش؟ انا نتمنى ونشكركم شكرا جزيلا على هذا الروضه، راكم حاطين كرعيكم في روضه من رواد الجنه. كنت جيت تعبان من الموقف تاع اليوم، ولكن هنا راني ريحت. ونتمنى الشهداء اللي شفناهم اليوم مازالوا تحت الطوب، مازالوا يحفرون لي من ثعاليب، وهذون محصونين هنايا راهم حيين ويصرشونا يحاسبونا عليهم، ويقول لهم ما لحقتهمناش، انتم يا اللي كنتوا بجنبكم. لا كنت انا بالحدود الغربيه وهذا بالحدود الشرقيه، رانا كنا كرجل واحد. كان رانا كيما اليوم كل اخر يدو صاد واحد وضاربه للرياح ما نلحقوش، لكن كان ريح واحد. كي نديرو الصف الريح ما يعقبش، كي نحلو ارواحنا الريح يدخل بيناتنا. نتمنى احنا اللي مشوتها، ونتمنى هذه الروضه هذوك عام اخر ان شاء الله لعودنا على قيد الحياه، نتمناهم يعودوا هنا ولا يعودوا هنا نص بيت كاري كيما هذا. ان شاء الله نص بيت كاري كيما هذا، وهذه نوصلها للسلطات المحليه، ماهمش المجاهدين اللي خلاص خطاتهم راهم عدوا، لا لا السلطات اللي راهم هما معنيين بالامر، هما اللي راهم في راس الحربة، وهما اللي راهم في راس الساقيه وفي راس العين، وهما اللي الجعبه نتاع حاسي مسعود تكب عندهم، اش تكب عند خويا ولا عند احمد حلباوي ولا مقدم. لا احنا وصلنا لهم الرساله ومدينا لهم الكلاش، وقلنا لهم تهلاو في هذه الرساله وتهلاو في هذه الامانه
تهلاو في هذه الامانه. رانا دفعنا عليها الغالي الغالي والرخيص، رانا دفعنا عليها، احنا مشينا بالحفا، رانا مشينا عليها بالحفا، رانا شربنا الصابون عليها، رانا شربنا الملح عليها، رانا قعدنا على القرع عليها، رانا قعدنا على المسامير عليها. ما عندناش ما عندناش بلاد اخرى، ما عندناش ديت اخرى تحملنا. ما كان معطانا وليدو، ما كان معطانا وليدو قال روحوا جهاد معاكم، لا تحدثوا، عطونا جبنا في سواردنا سلاح، لا لا كان الكتان جبناها في سواردنا، سوارد سوارد ربي والشعب اللي مدونا الشعب طاع شعب الجزائر. روح هذا هذا مليون ونص كنت تبحث عليه في اللافتات في البلايك هذول ما تلقاش واحد اجنبي من دوله من دول غير الجزائريين. ما عندناش وين. هذا الشيء اللي نتمناه ان شاء الله تحافظوا عليه وتوقفوا عليه وتخدموا. احنا كي نجوا نلقاو الليله كيما هكذا الليله كنا نلقى مولايا نروح مريح نقول والله يا الجبانه نتاع نتاع الجبل واش راكم تسموه؟ نروح مريح الدلاس هذا ولا دلاس؟ دلاش. نروح ان شاء الله وهذاك الجبل اللي جينا اليوم نتعابى ونوادر نتاع نتاع القنابل، النوادر نتاع جنحة الطيارة، النوادر من القرطاس، النوادر من القنابل، النوادر من هذا الشيء. وين رانا يا وراهم هذ المسؤولين؟ وراهم وراهم هذ المسؤولين؟ أنا ما يقوليش راني مسؤول، لك مسؤول راك عندك النيف على وطنك، على وطنك، ما عاد ما عندكش النيف على وطنك حتى دارك ما عندكش لها النيف. خاطر ليش؟ ليش هذا الشيء؟ يعطيني من رزقه، هكذا رزق ربي والشعب. وهذه الحجره هذا الحجره مشارك فيها كل مواطن مد سوارده. ما عطانا سواردهم. كل مواطن كل مواطن اش تطلع على ثوره ولا ما طلعش كل مواطن نحلي مقير الانسان اللي دار كارته كارت بلاش كانت في جيبه. اللي ها واش نقول لك هذاك حسابه عند مولاه. حسابه عند مولاه. خاطر ما نساوش احنا منين خرجنا ولقينا عوينا مشاركين لهم ودنيهم نحلم على لكم. وراني نشوف اللي متكفاو. منين تكفاو تكفاو تحت الخوانه. لكن لا يا ولادي يا ولادي حملوا المشعل بياتكم يا مسكين ناس جات هذه العشرة السوداء هذه ها هو حمل سلاح ها هو حمل سلاح ها هو حمل سلاح ها هو حمل سلاح وكاين اللي حللناه قال انا ما نروحش علاه؟ واليوم كي طلع النهار وراحوا الارهاب عاد يقول انا كنت راجل ها؟ ها روح نتعاش لا انا نعرفك شوف كنت تعود تحمي لي الوطن حميتني حميت لكن باه تاخذ القله وتسب الملا يا جماعه لا وانا مني ليكم نشكركم شكرا جزيلا بارك الله فيكم وتهلا وتهلا في ذاك الجبل الاخضر وما سموه جبل ذكر سموه جبل الاخضر سموه جبل المعارك سموه جبل التضحيه اللي راه اليوم قاعد فيه التاريخ يا زين نمشيو كاع عمال اوطان نمشيو من الجبال ونروحوا لهذا لما لقيناوش هذا مادي نمر واحد في الاثاث اللي قاعد طايح هذا الاثاث ما داهش الحمل هذا الاثاث ما داهش الريح هذا الاثاث ما داهش الشعب وبارك الله فيكم ربي يحفظكم ان شاء الله.